فينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، ونشر منشوره على الإنستغرام بعد أن أثار تسريب على الكلب هاوس كل هذه البلبلة. ما هي ردود الفعل على توضيح وزير الخارجية الإيراني لمقصده في الحديث عن العسكر والدبلوماسية؟ ديما، لم يعني تتحدث الخارجية بتفاصيل كثيرة، سوى أنها قالت أن التسجيل أو الحوار الذي كان قد تم ما بين المذيع ومحمد جواد ظريف، وهو كان بالطبع هذا التسجيل الهدف منه والغاية منه، ولأرشفت سياسة الحكومة وعملها على مدى السنوات الثمان الماضية، وبالتالي ليس للكشف عنه بكامله، وإنما كان هناك فقط لبعض أجزائه كان سيتم الكشف عنها. وبالتالي هذا التسجيل كان مكون من 7 ساعات، ما تم تسريبه هو 190 دقيقة منه، دقيقتان أو 3 دقائق هي الأعقد، والتي ربما زادت المشهد الإيراني في الداخل تعقيدا، تحديدا على صعيد اقتراب المشهد الإيراني من الانتخابات الرئاسية والتنافس الحاد ما بين التيارين الإصلاحي والأصولي، وحتى هناك من يجري الحديث عنه في الداخل من إمكانية إعداد لتوجه جديد تقوم على أساسه قاعدة إبعاد العسكر والميدان كما يصنف هنا، الميدان العسكري وتحديدا الملفات الساخنة على الصعيد الإقليمي عن الدبلوماسية الإيرانية والداعية إلى إعادة بناء الجسور مع الغرب وتحديدا إعادة إحياء الاتفاق النووي. أما على الصعيد الخارجي فكما قال وأشار اليوم حسن روحاني من أنها محاولة خارجية كما قال لاستهداف مسار الاتفاق النووي وتحديدا المفاوضات الجارية، والتي وصفها في فيينا الآن تناهز أوج نجاحاتها ما حققته من خلال الجولة الثالثة التي تجري الآن، وبالتالي هي محاولة لاستهداف هذه الجهود الدبلوماسية. إذن ياسر، من المؤكد سنتابع معك كيف يتطور هذا الموضوع في طهران طالما الجدل المستمر وردود الفعل مستمرة. شكرا جزيلا من طهران ياسر مسعود.